هتطلع وصغيره ورا. يلا ماشي. انت ما تعمل لي زي مسعود وزمور ما يحترموش بعض. لازم الكبيره تبقى هي اللي كلمتها ماشي والصغيره تستحمل. عارف انا اعمل لكم ايه؟ انت ربنا يتوب عليهم البهائم ونجيب لي حدث عربي ونطلع ايدي من الشباك وننحف الزموط كل كف واخوه لما نعليه كده بقى لما يطلع لكم ولا كركور يجي يحشيكم ويجي لكم برسيم ويظبطكم وانا اروح للي شيل زفتي لهو مسعود والله ما قايل ساعة ماشي يا ساعة ماشي يا ساعة شلون بدي الشفلون ربنا يذكره من عندي. الو السلام عليكم. ايوه حش خلوه. انت عزقت النهارده ولا ايه؟ ايوه يا عم ان شاء الله هنعزقه النهارده. قسما عظم قسما عظم كمان مره ويميني ما بيوقعش على الارض خالص ولو وقع على الارض بينكسر وانا مش هنسمح لحد يكسر يميني. عرفت الخطه جايه ازاي؟ نلاقي العزيق مش مظبوط ولا الخط مش معدول ولا البطاطس الصفرة كده وشكلها تعبان قسما عظما الحزبك يا حاج سعد. يا اخي سيبها على الله ما تبقاش محدث كده سيبها على الله عشان خاطر الامور تمشي. وقول للزمط بتاعك دي يظبط نفسه عشان خاطر مش عاجبني هو تصرفاته كده واد هملي. انا عنجيك دلوقتي انا دلوقتي عنكون عند عنجيب الحمر وعنيش. وانت كل حاجه هتحضرها حتى العزيق هتحضره؟ طب خولنا في العزيق كمان. مع السلامه عشان انا مش فاضي عندي مشاغل كتير. مع سلامة الله. مع سلامة الله مع سلامة الله. سلام. يا ما أعتمد معك يا حاج خليل. أنت هتعقدني في الفلاحة وهتعقدني في الأرض وهتعقدني في كل حاجة. والله ما أنا عقدني كل حاجة. يا ده كركوب. يا كركوب. إيه يا عم شغلوه. أنت إيه يا ولد؟ إيه. أنت مش سريع لي كده؟ مش سريع لي في المشي كده؟ مش سريع لي. خلاص يا عم شغلوه خلاص. هالشيء شلبي لي. إيه. بلدي كليت؟ لا. لا كمان. جلبيه والعصاير اتوصلني لراس الارض ماشي. والبهائم اللي لاقي في قدام منهم قراد برسيم محشور على عيونه قراد برسيم ماشي خلاص خلاص يس مش حمار يالا ماشي يخرب بيت ماشي. وبيت ابوه وبيت ابوه وبيت ام وبيت جد وبيت ست عشان محدش يزعل من العيد مسك الحمار كويس يالا امسك الحمار يا انا امسك يا الحمار يا انا الله ينور عليك اسح على الارض قبلي ماشي يا انا يا رب يا صح صح حالنا يا رب تصلح لنا تسترنا مع شغله فاضيه لا اللي عكرهني بجميع الارض ده كره الارض كلها والله تسترنا مع شغله البين كل حاجة عايز يحط نفسه فيه. يا عمر. ماشي يا عمر. هات الفطار تعالى يلا. ماشي يا عمر. كل حاجة عايز يندكي فيه. راح يقديهم ولا لا يا عمر؟ يقديهم يا عمر، ده طهر يا عمر. ده فطار. كنا كان عندنا حتة بيت، كان راح ودينا بالفطار دلوقتي. إنما خلفه كلها كورة. بالراحة. بطنهم كبيرة يا عمر. ها؟ بطنهم كبير. وصل الحال يا رب. السلام عليكم رجال. السلام عليكم. حط الواحد ساعد. خذ فطار يا. خذ هذا. وش جاي انت وياه؟ عايزين نعمل ايه يا؟ قبل 100 انت 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 هتعزق الخط انت مضبوط انت؟ زي ما انا عايز. والله شكله من حاسك. يا عم بص بنفسك. بص بنفسك يا حاج سعد. انا مش عايز منكم الحش خلوه انا عايز وقت انا عايز شغل مظبوطين بص انا عايز كده اتفرج نفسي مش ايه الو هات لنا مي الو هات لنا اكل هات لنا ونجي لك شغل باية يا عم بص بنفسك انت جايب لي المسبك يا اخوي ربيك مين كان لازم يا جماعه العبد الله الله ينور عليك
مال من يبهدل ده تغلى التخين ده يبهدل ده يبهدل ده ليه يعني. ايوه ردي انت انا قال لك في معرفه يا عيف العزيق يا حاج انور انت شايف حد في الارض يا لا انت شايف ليه يلا مشي يلا يا زهقتني انت انت وابوك زهقتني انت وابوك يخرب بيوتكم طرف فرماش مشو ده كله منك انت خذ نحياد تعال نحياد كله منك انت تعال نحياد اوقف انتباه اسوي كذا ليه طيب طيب نبغى نروح الارض الثانيه يا حزق ارض البنج اللي جرب درسيم عارف ايه عليه طلعت عينك ما توقفت لحالي ودي عزيق عزيقهم بس ها يد يد عادل يا يد عادل انت كده معدول ايش شوقف ايش ايش شوقف الله يخرب بيت الحمير واسمين برا حيبت يا ربنا يتوب عليه ويجيب عربيه السلام عليكم يا رجال السلام ورحمه الله وبركاته حاج ساعد مرحبا يا مرحبا ايه الشغل المربرب فيه حاج ساح قسم من عزم المربرب وبروبه كمان لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله طيب وسنتك وارد الثاني سنه وارد يا اسوء شركه علي ليه يا راجل سبحت انت وزمت مع بعض في ارض واحد ليه ودي اكبر غلطه مني انا دي نظام شغلي ذي يا عمي الارض هي اللي عفشه يا حاج ده والعزق شايف العزق وراكم شكله ايه شايف الرز قد ايه في الارض والبطاطس هناك متكسره ومتربربه لا لسه عندنا والبنجر ده هو كله عفش يا عم بالراحه طول بالك بس يا حاج شكلوه طول بالك ازاي بس يا عم طول بالك طول بالك ازاي طول بالك ازاي بس بتمد ايدك علي ولا ايه بتمد علي ولا ايه طبعا انا منكم ايه انا مالي انا شغل شغل دي يا حاج شكلوه انت شغل يا زمو انا مالي بتمد ايدك علي طبعا انا يا خرب بس العزه منكم ثاني ولا عاد يشارككم حد طب تكسر النفس يا عم والله النفس والله تكسر النفس بقول لك بصر الله بقول لك بصر يا عم بصر مين اللي منزلكم هنا مين اللي منزلكم هنا فهموني كده انا منزلهم يا اخويا تمام مين انت مين انت الحاج شخلون مين الحاج شخلون الحاج شخلون اللي موجود في المنطقه دي على رجل واحد منطقه مين بس فهمني منطقه الحاج شخلون انت بقى مين انا الحاج ابو فياض يا حاج ابو فياض تعال رجاله يا عم بس برا رجاله مين تعال هاتوا الراجل بس خلص يا عم اسمع الكلام ما رجاله ما ليش فكره من حال فهمني قول لي انت مين العاصف مين شقول ده انا مين فهمني كده انا حاج مين الحاج مين شقول مين ده شقلوه منين يا شقلوه انت اصلا ايه قصه من عاد شقلوه شقلوه مين ده انا حاج شقلوه مين ده شقلوه مين ده يلا زمود يلا الحقاله شوف شبخطيه ده يا مين انت مين انت فهمني انا الحاج صمود علشان مين صمود الحاج صمود مين صمود انت تكلم مع مين هاتوهم رجال هاتوهم رجال Thank you.